أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ورد في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كان يطالع 100 تفسير قبل تفسير الآية الواحدة، فهل المراد بذلك 100 كتاب؟ يقول: ورد في ترجمة شيخ الإسلام رحمه الله أنه هو قال عن نفسه بذلك، هو قال إني لا أفسر الآية حتى أطلع على 100 تفسير في تفسيرها. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنا في الطائرة. يقول في سؤال عن الكتاب. يقول: فهل المراد بذلك 100 كتاب؟ أي نعم، 100 كتاب. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كنا في الطائرة وأعلن. قد يكون 100 كتاب وقد يكون 100 قول من أقوال المفسرين، 100 قول ولو لم تكن في 100 كتاب. نعم.